بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال صغير قابلني كده، في فكرة صغيرة بيقول كي فاتو بو غشتي دي كرواسون، يعني مين انت هتشتري لشراء الكرواسون؟ طب اخد اه ولا شي، شي ولا اه؟ لو لاحظنا طبعا اه يعني ايه، الى من تذهب لتشتري، ولا عند من تذهب لتشتري؟ طبعا الاجابة واضحة جدا قدامي، انا هاخد شي، على اساس طبعا ان الشي بيجي بعدها عاقل او ضمير توكيد، وكي بتسأل عن الايه، عن العاقل، يبقى كده هاخد ايه، شيء. ميرسي، برفو، اوروار.